السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم اخوكم محمد من قناة محمد امين تك. اليوم ان شاء الله راح احكي عن تحديث الفيفا الجديد 2018 شرح مبسط، يعني اذا بدي اشرح شرح مطول يعني حياخد معي الفيديو اكثر من نص ساعة وانا عم بحكي عن كل شيء جديد باللعبة. فبس بشكل مبسط راح اشرح لكم الواجهة بشكل سريع. عندنا بالاكتيفيتي اول شيء عندنا الماي تيم، بتدخل على الميتين مثل العادي، بيحط لك الفريق عندك الستارتنج 11، اختلفت شوي عن الفيفا 17. الحد هو بفرجيك اللاعبين الموجودين عندك، وعندك السكيل بوست، طبعا هاي الجديدة السكيل بوست نحكي عليها بعدين فيديو منفصل. عنا حد الفي اس اتاك مثل العادي تلعب اونلاين، واللي حد هي بس العروض من الفيفا الباكيجات. تحتها الكامبانيكس تدخل عليها، هدول مثل التدريبات بتشتغل عليهم حتى يعطوك عليها جوائز مثل ما كنتم شايفين، بتلعبون بيعطيك جوائز، يعني مثل ما شايفين هون 7500 كوينز و25 اكس بي مشان تطلع بالليفل تبعك، وعندك سيلفر بيعطيك لعب سيلفر. يعني خلينا نقول هاي احداث الجوائز. طبعا فيك تلعب الدوريات، دوري الاسباني الانجليزي الالماني كل الدوريات، هذا لازم نحكي عليهم بفيديو منفصل حتى نوضح اكثر. طبعا يعني هلا بعطيكم بشكل مختصر شو الموجود عندنا، بس فيما بعد راح اعمل الفيديو منفصل ان شاء الله اشرح فيه كل شيء. طبعا اللي حدا هي تيم اوف ذا ويك، كل اسبوع راح ينزلوا فريق الاسبوع ندخل عليها. فكرة سريعة عنا عفوا Team of the Week، طبعا هذا الايفنتس كل اسبوع بينزل ايفنتس جديد. الفكرة منها اول شيء هم مثل الابوت بيعطيك انه فكرة عن الموضوع، اللي حده او اللي تحته مباشرة تلعب، طبعا اثنين فيول ياخد منك، بيعطيك من الخمسة الى الخمسطاش التوكن، وبيعطيك 500 كوينز، وبيعطيك شانس، يعني في عندك شانس انك تربح لاعب سيلفر من الفريق الاسبوع او لاعب اليت. اللي تحته مباشرة بس تجمع 100 توكن بتلعب البلاي. طبعا هلا فيرست تايم انا اعطيه لاعبانا، فلذلك عم يعطيني بلاي اجين تلعبه، فبيعطيك من الالف للخمسة وعشرين الف، او بيعطيك كمان لاعب جولد مضمون، وعندك فرصة انك تربح لاعب اليت من فريق الاسبوع مثل ما كنتم شايفين. وعندكم هاي مثل السلي، شارت السلي هاي مثل شارت تفتح باكجات التيم اوف ذا ويك. عم ابدا الفيفا ولكن بشكل مختلف، فيفا 17 بشكل مختلف، 500 فيفا بوينت، وعندك شانس انك تربح لاعب اليت. الخان اللي حدها ثيرزداي، هاي مثل عم ابدا الايفنت كان نزلوني فيفا 17 الماتش داي، يعني في عندكم هون ماتشات عم تلتعب، بس تخلص الماتشات كلها بتفتح كل بتلعب كل الماتشات لتوصل لجابريل جيسوس لحتى تاخده كمكافأة. طبعا كل اسبوع بيتجدد اللعب. الخانة اللي حده او الصف اللي حده، عندك الديلي، عندك التريننج اللي بتلعبهم كل يوم، اللي كنا نلعبهم نحن بالفيفا 17 انك تلعب كل يوم بيعطوك توكن، جمع توكنين لحتى يعطيك باكج صغير. نفس المبدأ ولكن بتختلف الفكرة بشكل بسيط، يعني بعد ما تلعب التريننج بيعطوك توكن واحد، التوكن مثل ما كنتم شايفين بتعطي بلاي، فبيعطيك جائزة 250 كوينز، وبيعطيك وان سكيل بوست. الوان سكيل بوست اللي مشان ترفع فيها اللاعبة، ترفع طاقات اللاعبة فيها. والخانة اللي تحتها او الدائرة اللي تحتها بيقول لك انه بتاخد 2 توكن ليعطيك لاعب جولد، تجمع 2 توكن تلعب فيها ليعطيك لاعب جولد. طب عندك الخانة اللي حدها هي السكوتينج، كلكم بتعرفوها كنتوا تلعبوا فيها بالإيفنتس، تلعب بيعطوك 1 توكن وبتبادلوا، اما بيعطيك بوجبا إليت او بيعطيك كريزمان او رودريغيز. هون الفكرة مختلفة شوي، كل 4 ساعات بيعمل ريفرش. حلو، هلا انت مجرد ما تلعب وتجمع التوكنات
بيفتح لك تحت الايفنت جديدة، بس تخلص بيفتح لك ايفنت جديدة مثل ما كن شايفين. اما تاخد تلعب بتوكن واحد من اللي جبته، او تفتح ب 100 او 100 فيفا بوينت بيعطيك لاعب سيلفر، وعندك فرصة انك تربح لاعب جولد. اللي حدا بتلعب بتوكنين وعندك شانس انك تربح لاعب اليت الى اخره، توصل لاخر وحدة اما 5 توكنات او 500 فيفا بوينت، عندك فرصة انك تربح لاعب ماستر من الاسبوع. يعني هلا انتم شايفين حاطين اسينسيو ريتنج 90. طبعا هدول كلهم احداث، بعد 3 ايام بيفتح هذا الحدث، بعد 4 ايام بيفتح، كل احداث جديدة كل فترة بيفتح حدث جديد. طيب خلصنا من الموضوع. الخانة الثالثة من تحت، صف الثالث من تحت، اللي هي الجروب او الليجا تبعك اللي تدخل فيها، نفس مبدأ الفيفا 17، ما بظن انه بده شرح كتير. طبعا في الى جوائز رح احكي عنها بشكل منفصل. وعنا اخر شيء على الزاوية من تحت، عنا الستور هو نفتح في منه باكجات بشكل مختصر. الباكجات اللي بتفتح عن طريق الفيفا بوينت، طبعا كل باكج له شيء معين، باكج عشان يعطيك السكيل البوست، وباكج عشان يعطيك لعيبة لحد 35,000 كوينز، بيعطيك لاعبين برونز ولاعب جولد مضمون، او لاعب جولد مضمون وعندك فرصة انك تربح لاعب جولد تاني، وعندك فرصة انك تربح لاعب اليت. خلينا نشوف فرصة تربح لاعب اليت ولاعب ماستر. الباكج اللي حدو اللي هي 20,000، هي بس للسكيل بوست، يعني بيعطيك توكنات سكيل بوست مشان تقوي اللاعب اللي عندك. طبعا انت مجرد ما دخلت على الباكج هو حيحطر لك صورة مصغرة مثل ما كن شايفين، بيقلك انه المضمون جولد 3 لاعبي جولد و5 سكيل بوست، وعندك شانس انك تربح لاعب من الفريق الاسبوع، اما سيلفر او جولد او ذهبي او اليت بلاير او عندك ماستر بلاير، وعندك فرصة تربح من 1,000 إلى 25,000 كوينز. الصف الثاني هو الانبوكس مثل الفيفا 17 بالضبط، وعندنا الماركت نفس مبدأ فيفا 17. طبعا للتنويه هلأ في أسعار اللعيبة غالي كتير، فنصيحة مني بيعوا هلأ اللعيبة الإليت اللي عندكم، وانطروا أسبوع أسبوعين رح يرجع يرخصوا، حتى ما تروح الكوينز ويروح اللعيب عليكم على الفاضي، يكونوا متكلفين فيهم وبعدين يرخصوا. اللي بعدها هي التروفيز. طبعا هاي التروفيز ما حتفتح لحتى تخلص الاتاك مود اول اسبوع، هي الكؤوس اللي بتاخدها، واخر خيار هو السيتنجز مثل فيفا 17 بالضبط. هذا كان شرح بسيط وسريع عن فيفا 18 واجهة اللعبة. طبعا في اشياء كتير بدها لازم نشرح عنها نحكي عنها، مثل سكيل بوست شو بتعمل، مثل التدريبات شو بتعمل، الدوريات اللي حاطينها كيف بتلعبها تختلف عن فيفا 17، في اشياء كتير بدها شرح. فبتمنى منكم اي شيء بتحبوا تعرفوا عنه اكتبوا لي في قسم التعليقات، ولا تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. كان معكم اخوكم محمد من قناة محمد امين تك، والسلام عليكم.